مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالشأن اليمني. موقع يمن ديلي نيوز يصف إضراب المعلمين بأول تمرد مدني ناجح في وجه الحوثيين. وعدن الغد يكتب العملة اليمنية بين المساعدات الخارجية والمسؤوليات الحكومية. أما الشرق الأوسط فتحدثت عن شكاوى في صنعاء من ارتفاع درجات الحرارة وغياب الخدمات. مرحبا بكم. البداية من موقع المنتصف نت الذي قال إن ميليشيا الحوثي تعد واحدة من أخطر وأكبر التحديات التي تواجه اليمنيين والقطاع الصحي. وفاد الموقع أن الميليشيا تقوم بنهب الممتلكات العامة والخاصة وتستغل الموارد الطبية والصحية بشكل غير قانوني لصالح قادتها. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي تستولي على المعدات الطبية الحديثة والأجهزة والأدوية المهمة التي تحتاجها المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وتبيعها في السوق السوداء أو تهربها إلى الدول المجاورة للاستفادة المالية الشخصية. وأضاف الموقع أن الميليشيا تستخدم المستشفيات والمراكز الصحية أيضا في أغراض عسكرية من خلال استخدام الأجنحة الطبية كمخازن للأسلحة والذخائر. وأوضح الموقع في تقريره أن نهب ميليشيا الحوثي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية واستثمارها في مستشفيات خاصة يعد جريمة ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية التدخل لوقف هذه الجرائم وحماية الحق في الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين اليمنيين. قال موقع يمن ديلي نيوز إن إضراب المعلمين الشامل في مختلف المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي يتواصل استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد. وبحسب الموقع فقد قال نادي المعلمين إن الإضراب خلال الأسبوع الماضي حقق نجاحا يتجاوز 90% في أول أسابيع الإضراب في الأرياف، ويصل إلى ذلك المستوى حتى في أمانة العاصمة. أفاد الموقع أيضا بأن معلمي محافظة إبي واصلون للأسبوع الثاني على التوالي إضرابهم عن التدريس للضغط على جماعة الحوثي من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 8 سنوات، موضحا أن عددا من مدارس المحافظة شهدت إضرابا جزئيا مع وصول نسبة الإضراب إلى أكثر من 50%. أشار الموقع إلى تضامن طلاب المدارس مع المعلمين ودعوتهم سلطات الجماعة إلى صرف المرتبات في أقرب وقت حتى يتم استئناف العملية التعليمية. وذكر الموقع أن مجلس النواب التابع للحوثيين طالب حكومة صنعاء بتقديم إيضاح حول إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ إنشائه. وقال الموقع إن التحركات المكثفة من قبل الحوثيين جاءت ضمن محاولاتهم كسر الإضراب المستمر للأسبوع الثاني. ويقول المعلمون إنهم اعتادوا على مثل هذه التحركات والوعود مع بداية كل عام، إلا أنها سرعان ما تتلاشى بمجرد مرور شهر على بدء العام الدراسي. نشر موقع صحيفة عدن الغد مقالا للكاتب عبد الواسع الفاتكي تساءل فيه إلى متى سيظل اليمنيون تحت رحمة الودائع والمساعدات الخارجية خصوصا من قبل السعودية. الكاتب أوضح في مقالة أن الاقتصاد اليمني لن يشهد استقرارا لأن المخزون النقدي من العملات الصعبة سيتآكل، موضحا أن الدورة الاقتصادية النقدية مغلقة ومحدودة. وأشار الكاتب إلى أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيظل بين الانهيار والتعافي الشكلي
ما لم يتم تأمين مصادر تمويل ثابتة للسلطة الشرعية كتصدير النفط والغاز، ودعا الكاتب إلى اتخاذ إجراءات تقشفية من قبيل تقليص الزيارات الخارجية لمسؤولي الشرعية إلا للضرورة القصوى، وتقليص العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية، وعودة مسؤولي الشرعية للداخل وصرف رواتبهم بالريال اليمني، والكف عن صرف مبالغ مالية لفعاليات ومؤتمرات داخلية وخارجية تستنزف خزينة الدولة دون أن تعود بالفائدة على اليمن. وأوضح الكاتب أن المواطن اليمني لم يعد بمقدوره تحمل الوضع الاقتصادي الحرج، وهو ما يحتم على الشرعية اليمنية أن تشرع في إصلاحات اقتصادية وإدارية. وأكد أنه مهما كانت الأموال والمساعدات التي تقدم للسلطة الشرعية فإنها لن تتعدى كونها مهدئات مؤقتة وحلولا تخديرية ترقيعية، طالما عجلت الاقتصاد الوطني بموارده السيادية معطلة، وطالما لم يرشد الإنفاق الحكومي وتتخذ إصلاحات مالية وإدارية تكبح الفساد وتحد من التضخم، وهو ما يجعل من عودة انهيار العملة الوطنية أمرا واردا. قال موقع العاصمة أونلاين إن عبد العزيز بن حبتور الذي التحق بجماعة الحوثي الإرهابية تذكر مؤخرا أنه الأكاديمي القادم من جامعة عدن والتي تعد أكبر الجامعات في اليمن، ووصف ثورة 21 سبتمبر بأنها أعادت البلاد عقودا إلى الوراء. يقول الموقع أن بن حبتور الذي يشغل رئيسا لحكومة الانقلاب لم يجد مخرجا إلا أن يتحدث عن ثورات العالم التحررية، إلا أنه لم يجد حسنة لأيلول الأسود الذي أعاد اليمن إلى سنوات الجهل والتخلف. وقال الموقع أن بن حبتور تحدث أمام حشد من الحوثيين والمهتمين في صنعاء محاضرا خلال فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكان، وواصفا ثورة جماعته بالفاشلة. ويرى الموقع أن بن حبتور برغم وصفه ثورة الحوثي بالفاشلة إلا أن ذلك لا يشير إلى كونه هجوما منه، لأن بقية كلامه يشبه التبرير أكثر لهذا الفشل الحاصل، مستدلا بما آلت إليه الأوضاع في أعقاب الثورة الفرنسية ووصول نابليون إلى السلطة وإعدامه كل الثوار والأحداث المشابهة لما بعد الثورة الروسية على القيصر. ويقول الموقع إن بن حبتور اعترف بالمشكلات التي أتت بها الميليشيا الذي هو على رأس حكومتها، إلا أنه قال بأن تلك المشكلات لا تحل من تلقاء نفسها، بل عبر الاقتراب منها وقراءتها وتفكيكها والعمل على معالجتها وصولا إلى حلول ناجعة وممكنة لها. ويشير الموقع إلى أن النبرة الحادة التي ظهر بها بن حبتور ما هي إلا للتخدير ومحاولة لتهدئة موجة الاحتقان الشعبي الذي بدأ يتصاعد في أكثر من اتجاه ضد السياسات الحوثية وفساد قيادتها مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. مع تسجيل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة صنعاء وريفها بنحو 25 درجة في سابقة هي الأولى منذ 40 عاما، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن سكانا في المدينة شكوا لها من تضاعف الأعباء والمشقات جراء موجة الحر التي لم يسبق أن وقعت بمناطقهم خلال السنوات الماضية. وأكدت أن موجة الحر أضافت إلى معاناة المواطن اليومية هما جديدا إلى جوار التدهور المعيشي وانعدام الخدمات بما فيها الكهرباء الحكومية وارتفاع سعر الكهرباء التجارية الذي أفقدهم القدرة على استخدام المراوح وأجهزة التكييف وتبريد المياه للتخفيف من آثار حرارة الجو. أفادت الصحيفة في تقريرها أن هناك مرضى كثرا غالبيتهم من الأطفال وكبار السن وصلوا في الفترة الأخيرة إلى مشاف ومراكز طبية عدة، وهم يعانون إصابات نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس الحارقة.
ويعتقد السكان في صنعاء أن تزايد ارتفاع درجة الحرارة من عام إلى آخر ناتج عن الازدحام السكاني الذي تشهده المدينة منذ بداية الحرب وما خلفته من موجة نزوح جماعي لآلاف العائلات إلى صنعاء. وقالت الصحيفة إن تلك المعاناة والشكاوى تأتي بالتزامن مع تحذير مركز الأرصاد الجوية لليمنيين من الأجواء شديدة الحرارة، حيث تصل في بعض مناطق اليمن درجات الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية. وكان الخبير اليمني في علم الفلك محمد عياش قد توقع في وقت سابق ارتفاعا إضافيا في درجات الحرارة. وقال عياش في منشور على حسابه في فيسبوك إن هذه الفترة ستتميز باشتداد الأجواء الحارة وندرة هطول الأمطار خلالها. في ختام السلطة الرابعة أودعكم وأترككم مع ريشة هلال المرقب وكاريكاتير اليوم. إلى اللقاء.